ناس تقول الاراضي ما مسوي مسابقات. يبا راح اسوي لكم مسابقه ورب الكعبه راح تربح فلوس وانت تضحك. ايش رايك؟ لا ما ماشي، راح اخليك تضحك. شوف راح اخليك تضحك واعطيك فلوس زين نطلع علي. والحين بوديكم وياي مكان راح اشتري فيه يعني، وابي اختار يعني ابي اختياركم انت، وراح اصوركم يا جماعه حلوه هالبدله قولوا لي ايه. عندي برنامج دقات فبروح اشتري دوم، اختاروا لي هاللبس ولا هاللبس ولا لبس. اوكي يلا. من كذي هديه بعد عمري يتيم، مو قدرك يا الفهد بعد عمري يتيم. بس ترى هذا احلى من الورد. تستاهل انت الورد يا الفهد بعد عمري والله. يتيم اذا كذي موضوع كل يوم طول على ما تغيب خيب اكثر الموضوع بعد دبل. شو تقول على البرنامج الدقات الجديد؟ برنامج دقات جديد راح يشوفون شيء يعني هاي الفترة الغيبة وهذا ترى كله قاعد نجهز حق البرنامج إن شاء الله يومين وبوش على التصوير. شيء مو طبيعي. تبوش التيم؟ بوش عليهم. دقة دقة ولا؟ لا دقة غير عن سناب. والله؟ والله يا جماعة دقة صدق غير عن اللي بسناب قاعد تشوفونه. وقول لهم إن الكاميرات كاميرا كاميرات كلها مغشوشة. لا يا الغبي يا الهبة لا تقولهم قصة الدقة. الكاميرات كلها كاميرات سينمائية. اه ما قلت لهم هذا قبل التصوير. لا هما تقريبا 15 دقة وكل دقة أقوى من الثانية، وتقريبا جزء من البرنامج عادل يعني تقريبا 14 حلقة عادل، يمكن حلقة واحدة راح يب واحد مو عادل، بس 14 حلقة عادل وكلهم لابس قناع. ما شوف واحد خلني على الأقل الواحد على وجهي يبين حاطي القناع. شوين بطل بطل بقناع أطلع برا ما حد يعرفني. لأن أنت قام يعرفونك يعني وايد الوافدين الأجانب قام يعرفون شكلك، فأحتاج بعض الدقات ان ويك ما يبين. خلاص اطلع ويك اول عندي عندي تبي ويك يطلع يعني سوي دقه بعدين افصح على الاقل عشان يشوفني. التيم والله كأنك ناوي لهم. ها تيم شوف الدقه. ها والله شوف الدقه نطلع الدقه. اي بس تيم تكفى اسمك. اي يعني اخر الدقه اخر الدقة خلاص الحين امسك حمام. ايه اوكي اخر شيء خلصنا. حلو خلصت الدقة وكل شيء. حلو خلصت الدقة خلصت اطلع وقف. ايه بس وقف نوقف فيديو كت. تم كت. تم المحل صار لي تقريبا اكثر من سنتين كل الدقات اللي اسويهم واللبس اللي اخذهم اخذها من هالمحل. والله العظيم مؤلان بس كلمة الحق تنقال. و15 بدلة فصلتها تقريبا وراح أفصلها من هالمحل حق البرنامج الجديد. أعطوني بعد كم يوم راح أنزل لكم الدقة، وأي شيء تبونه حق الدقات موجود من المحل. الحين أحط لكم مكان ها بس مو هذا المكان، مكان ثاني اسمه مخدة. ها هذا اسمه مخدة كريب داخل براوني. هذا البانكيك. شيل واحد. ايوه. هذا حجر واحد خرطة تشيرشي. ليش مو بنجرجي؟ تركي تركي كارديشيو. حلو هذا. اي على كيفك شوي شوي. حاضر حاضر. اي اي. واه 3000 يا خالي. خليتنا نقول صح. خلنا نشوف تكفى. لا لا مو امه. انا 1500 مكحل. عادي اعدنا لك. ابي. ما ضيع. لا 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 ل
لكم ان الموضوع جدي. الناس قاعد تسأل متى الفيلم؟ ان شاء الله قريب وشيء قوي باذن واحد احد. زين ودقت هذه والله انت افكارك مصيبه. متى الدقة عشان أوريكم أن الموضوع جد؟ استعنت بالمخرج أبو بدر، قلت له تعال يا حبيبي عندي دقة ضروري أنت تكون موجود فيها. الكاميرات، الكاميرات والتصوير راح يكون شيء وايد قوي. مخفية؟ هي طبعا كاملة مخفية، راح يشوفونهم أول حلقة. أنا ما أحب أسولف. أوكي راح يشوفون أول حلقة. أوكي أوكي خليفة هلا بالحبيب. هلا. هذا شلون أعطيته وي قاعد يشمك؟ كب كب قوم خلنا نشغلها لحظة. شو تشغل سيارة هي؟ قوم قوم. معاشور 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 اشبك على التلفزيون خلنا نسمع اكثر. اشبك على التلفزيون ما نسمع. اشبك والله اشبك على التلفزيون يا ويك. ابو عاشور عنده مصباح لقطه ب 3500. انا صار لنا 3 اشهر نجمع عشان اخذ طراف. مصباح 3500 هذا صافط لك؟ اي هذا اي ربك ابا عاشور اشوفه. لا لا مشكله يا عم عليك. لا يا عم عليك انا عدت تنخي على بيدك والله. هذا هذا الخال. لا عطني والله خلينا نشوفه. اسمع نحاش هذا 3000 والله نحاش. الله وكيلك اللي يقول لي بدينار ما اخذه والله. خلي نحاش اخذ نحاش. لا مش معاه. لا لا سوبر. ها سوبر المصباح سوبر. هذا سوبر يا باب واحد وايد قوي. سوبر باب واحد. لا لا خالي خالي اول شيء احترم جايك نبي نشعل. لا ايوه نبي نشعل قاعد بس نبي نشعل ايراني. لا تقدر تكسره بخاطر المصباح. تعرف لهم ولا ما تعرف لهم؟ والله خليه خاطر فيه. مو انت حبي مو انت انت متغمر مفرش. لا لا ما شيء بس خليني اجل ابي. تكفى كسر هذا يا ابي 3.5 ما بي. ايه هذا المصباح. شنو؟ لا والله هذا مش خالد. لا انا غرامي كم كم يابلك باشر؟ 3.5. خالد انت تعرف المكسر كاسره وخلنا ناخذه اخر كلام. كم انت كم خالد قول؟ انا اقول هذا والله 750. شو السعر هذا صديقي؟ والله العظيم ما راح اعطيك. هذا سعره؟ يب الله يرحمه. لا 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 ليش؟ الله يرحمه. لحظه لا صل على النبي. الله صل على محمد. ابن حلال. لا لحظه 50. لحظه يبا خالي شوف شوف هذا شنو نوع خالي؟ هذا كهرب معسل. شخر مشخر. اي جبس بعسل. شنو؟ جبس جبس بعسل. بعسل ايوه. شلون يصير جبس بالعسل؟ والله والله عجبت بالعسل. 3.5. لا لا ايش دعوه تبي؟ ها؟ يا مال عافيك. الله يعافيك. ارضى ما تشي. وانا قلت هنا عندك انا ما تعطيني الفلوس. خالي 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 لا تمدي يدك على خالي 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 الرجال مسبوحه مسبوحه صح؟ كيف يهدي اليمي يقعد؟ ايش دعوه؟ انا من جماعه. انت مو ابو عاشور؟ اي ابو عاشور. اي انت ابو عاشور وانا خال ابو عاشور. ابو عاشور عطني خالي خالي لا ما ابي هذا عطني واحد ثاني. طيحت حظ المسبوح على شنو؟ لا لا انا ما عطني هذاك المربع. عندي واحد معلقه بالسياره اجيب لك اياه. وشنو؟ معلقة زينة بالسيارة. ايه شنو كهرب؟ اي كهرب. والله؟ والله. اعطني خالي خالي. خالي خالي كيف؟ والله جبت على اغراضه. والله خالي؟ ها؟ اشو تاسف من ريال انك غلطت بحقه؟ اي والله انا اسف ربك يرحم والديك. ابو عاشور حبي سؤال انت متى طلعت من كورونا؟ لا والله. لا لا صدق والله. والله صدق والله. صدق والله صدق. والله كورونا.
كورونا اصبر لعبك الحين انا هذا هديه هذا خالي والله قوم له 200 كنا عليك بالعافيه الله يعافيك خالي قوم له والله خالي والله قوم له اسمعي اي مصباح مو انت قلت لي انا بين لكم شو عندي سياره ايوه انا مو عاد غير لا لا شوف لا تسوي لنا واحده من سنتين انا قلت لك خالي قوم والله قوم انا شوف قوم عطني شو واحد صفيتهم خالي قايل لك اكشخ منه رحم الله والديك بعشر مو لازم تعجل نفسك 15 يوم 14 انت صار لك كم يوم الحين ثلاث كم يا خالي لا ما ادري خالي والله ما ادري ترى هذا اللي قال لي تعال ترى فيك شو اسمه في كورونا من اللي في كورونا من اللي قال لك تعال والله لا ليش تقول بيني كورونا كورونا نحاش نحاش عمود نحاش عمود نحاش عمود عمود نحاش عمود نحاش ما سكنك من أبي كورونا الله يخليك صار والله العظيم كيف صار أذيتنا والله والله العظيم وايد أذيتنا ما حد عنده مشابه بلاش والله ما حد عنده مشابه إلا أنت انت واحد عندنا بعد واحد قاعد هنا عندنا اذا اعطاك شيء كسا يعيده عليك ويعيده عليك الله ما قاعد يفكك انت والله يعيده عليك مشابيعك يا رب يبا زين والله العظيم ما اعطينا بسبوع كسا محمد هاك هذا اخذه مو حق بطلان وربك هذا ما ياخذه يا ولد السيجاره يا ولد السيجاره يا ولد ما طيب ربك ما مطلي والله خالي لا غير حم عليك انا فيني حرك انا عاد مسوع هذا مسوع حقي انا لا ليش انت بعد شنو ليش بعد قطع على ريان بعد هو ما رد والله عبيد شغلتك تبي شعر بنات لا اصبر قاعد دعيلي ودعيلي دليتنا ربك ما حد عنده مشابه لا انت والله انا قلت لك صل نيابه عني دعاء الله يوفقك اي ما يخالف لا تعيد على تقول انا عندي مشابه 3000 4000 ما قلت قلت لك عيني انت محتار انا ادعي لك ان شاء الله ادعي لك ان شاء الله ابيعهم خالف تدعي له شنو؟ ها؟ تدعي له شنو؟ ادعي لك بالشر انك ما تبيع ولا فلس خالي عندنا مصباح لا لا منا عطني يا بيه انا اعطيه حق علاء علاء يعلقه برقبته يهتم فيه يدعي لي بخير ان شاء الله يسوي لي دعايه انت قاعد تسبل ان شاء الله انا الليله بصلي وبدعي لك علشان الله يخليك شويه تصير طويل عطني تون والله جد شنو توجه نصيحه حق اللي قام يتحرشون اي هذا اللي انا قاعد اقوله يبغى الشباب هذاك مساعده هذاك مساعده لا لا هذه انت شنك ما تدري اي ما يلا خالي هلا لا خالي خليك انك شنك ما تدري صدق خالي هلا اي يعني شنو ما ادري اي شنك على التلفزيون واكلمك شي شنك ما تدري اي وانا يلا. يعني اسولف وياك بس ما طالعك لا لا طالعني إيه بس يعني شنك سرحان من بداية إيه. خالي خالي هلا هلا والله اي طالعني يلا شنو اي اوكي شنك قاعد طالع انا قاعد طالع التلفزيون خالي اي اوكي زين خالي هلا هلا شنو قاعد قضية التحرش شنو توجه انا قلت حق التحرش حق الشباب يرحم والديك ويا شباب لا تعرف شلون في البنات هذه البنات اخواتكم وهذين اهلكم انت اذا شفت اختك واحد تعرش فيها انت تزعل ان واحد يطالع اختك عدو ولا انت ليش تطالع البنيه هذه يبا هذه اخواتكم هذه اهلكم هذه جيرانكم هذه اللي يمكم واللي بعيد عنكم واللي بس 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 قلت بدليات لا ايوه قلت بدليات انا اللي اعرفه ان انت تقرا شخصيات شنو شخصيه عبد الرحمن عبد الرحمن انسان دابه صراحه اي شنو شخصيته ادري شخصيته انسان
هادي وحبوب والناس كلها تحبه. بس تاخذني فريق البيسبول عندكم؟ اي المركز الاول طبعا.